وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الصحفي والإعلامي العراقي السيد حسين دلي. أهلا ومرحبا بك. بداية، موقع ناشونال انترست يقول إن العراق يعيش حالة عدم استقرار سياسي في ظل التظاهرات التي تملأ البلاد منذ ما يقرب من شهر. كيف ترون تكالب شركاء العملية السياسية على المناصب في هذه الظروف؟ شكرا لكم وتحية لجمهوركم الكريم. طبعا في الواقع الأزمات تتوالى وتكرى على العراق. أزمة المظاهرات هي الأبرز في هذا الوقت. يحضر هنا القول أنه المظاهرات وصلت إلى أسبوعها الرابع، ويبدو أنها تتخذ أساليب وأشكال جديدة في التعبير عن مطالبها والمحافظة على زخمها. ولذلك ما نشهده الآن من تطور في الأساليب يعكس الإحباط الذي وجده المتظاهرون والمحتجون في المحافظات العراقية من أداء الحكومة ومستجابتها للمتظاهرين، إذ يبدو أن الحكومة لم تقدم إلا الوعود خلال هذه الأسبوعين الأخيرين. وكان واضح أن المرجعية الشيعية في النجف التي أدلت بدلوها في الأسبوع الماضي واليوم بعد السكوت في الأسبوعين الأوليين كانت علامة على أن التدمر كان حالة واقعية، وأن ما راهن عليه كثيرون من أن المظاهرات ستفقد زخمها بعد الأسبوع الأول لم يكن حقيقيا، وكانت المظاهرات في تتنوع شكلا وتزداد كما. ولذلك تدخلت المرجعية، واليوم نشاهد أنه التدخل هذا طبعا من جانب المتظاهرين تدخل سلبي، وإن كان بدأ إيجابيا عند البعض، لأنه كان المرجعية حددت سقف للمتظاهرين ونوع مطالبهم والأسباب الحقيقية لما خرجوا بسببه. يعني إلى أي مدى ترون أن التحالفات التي تعلن حاليا هي يعني ترسيخ لمبدأ التخندقات الطائفية، وما هو أثرها على العراق؟ الواقع السياسي لا يعكس الواقع على الميدان. اليوم الأحزاب والتحالفات الحكومية تبدو كأنها ماضية غير عابية بما يطالب به الشرع. التنافس على أشده عاد من جديد خلال هذا الأسبوع بعد تقريبا مضي أكثر من أسبوعين على إعادة الفرج اليدوي لعدد من المحطات والمحافظات، وكانت كما يبدو أن هناك تغيير في بعض النتائج وصعود شخصيات أخرى لم تصعد الانتخابات الأولى، وعاد الاستقطاب مرة أخرى، ويبدو أن المالكي يسعى للعودة بشكل أو بآخر، ليس بالضرورة أن يكون رئيس وزراء لكن يتحكم بمن سيكون رئيس وزراء، يسعى بالضبط مما يسعى إليه مقتدى الصدر. الجانب الصفافات الطائفية واضحة طيب في هذه التشكيلات وهذه المشاورات. ومن الجدير ذكره أن بريت ماكورك الناطق باسم التحالف الدولي في العراق كان حاضرا في بغداد في الأسبوع الماضي، ويبدو أن تحركاته أزعجت بعض الأطراف خاصة المحسوبة على الحشد الشعبي. الميليشيات يبدو أنها أدركت أن مشاورات ماكورك مع صحيفة الأطراف. صحيفة لندنية تقول إن السياسيين الآن يريدون إيجاد حل رغم أنهم شركاء في الحكم، يعني هل تعتقدون أنهم قادرون على تسويق أنفسهم مرة أخرى أمام الشعب الغاضب نتيجة سياساتهم التي مارسوها منذ عام 2003 حتى يومنا هذا؟ أنا أعيد وأكرر ما ذكره الضيف قبل دقائق من أن البرلمان جزء من المشكلة وليس جزء من الحال، وأدرك العراقيون هذه المسألة بالعزوف عن الانتخابات، لأن هذا الموقف كان واضح أنهم يرفضون العمل والأداء الذي مارسه البرلمان ونواب البرلمان خلال السنوات الماضية. و يعني يبدو أنه هذه المحاولات والمشاورات الجديدة محاولة منهم لإظهار شكل جديد، ولكن كانت هناك تصريحات من كثير من النواب ورؤساء الكتل بأن العراق يحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني، والعراق يحتاج إلى تغيير، بل البعض دعا إلى انتخابات جديدة،
ولكن يدرك العراقيون أو أغلب العراقيين أن هذه المحاولات يائسة بائسة من أشخاص فقدوا شرعية وفقدوا أي دور لهم إيجابي في العراق، والأزمات التي تتوالى على الشعب العراقي هي من جراء سوء السلوك سواء من قبل حكومة حيدر العبادي وقبل المالكي أو البرلمان العراقي الذي يزعم أنه رقيب ووصي على الحكومة وأدائها، وهو يبدو أنه منساق نحو أداء الحكومة فيرقع لها ويطبل لها من جهة أخرى. الصحفي والإعلامي العراقي الأستاذ حسين دلي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.